حكم الذهاب إلى معالج بالقرآن. يا أم رقية انتبهي من الذين يعالجون بالقرآن، لأن كثيرا منهم يحيدون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المهنة وظف ناس أنفسهم فيها دون أن يوظفهم أحد. 300 مهنة استحدثت وإن كان أصلها في السنة، لكن عينوا أنفسهم علماء فيها وليسوا بعلماء. الرقية واحد حفظ بعض الصور وجالس بعض المعالجين مرة، فعين نفسه معالجا ويعالج النساء على وجه الخصوص والبنات على وجه الأخص، لا يعالج عجوزا ولا يعالج رجلا، إنما يعالج فتاة صغيرة ويبذو تظهر منه البذاءات ويتطاول، اسمحوني في الكلمة، يقول لا العفريت لن يخرج إلا من الفم ويقبلها في الفم لإخراج العفريت، عياذا بالله من ذلك. والجلسة 300 جنيه 400 جنيه، وكل هذا ابتزاز لأموال الناس، ولا أستاذ الجامعة ولا أستاذ الجامعة. وهذا يقول ركبك عفريت من سيناء، والثاني يقول كان عفريت من البرولوس وماشي رايح الإسكندرية حل بك. تخاريف وسفلي وعلوي ونصف لبس ولبس، تخاريف ما لها فإذا نعم قد يمس الجني الأنسي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اخرج عدو الله من عبد الله. لكن تخرصات مثل هذه والمفاسد العظيمة التي وردت في هذا الباب جديرة بأن تجعلنا نقول للفتاة انتبهنا، ولأولياء الفتيات انتبهوا. فكثير من الفتيات إذا بس جلس ضاعت قد ركبني عفريت وتذهب إلى شاب تحبه كيرقيه، وهذا من الفساد المستشري. المهنة الثانية مهنة الأعشاب وبيع الأعشاب، مهنة الأعشاب والعلاج بالأعشاب. واحد يجيب لك كرات مطحون من الحقل له أسبوع، ويقول لك في عشب جالي من الهند، ويبيعه للشخص ب 500 جنيه نصبا وأكلا لأموال الناس بالباطل. والثالثة مسألة الرؤية وتفسير الرؤية والأحلام. تفسير الرؤية والأحلام أصلها وارد في الكتاب والسنة، لكن التوسعات واحد عين نفسه مفسر رؤى وتعبيرات وينشر لنفسه دعاية عظيمة أنه معبر ولا يعرف في التعبير، وليست كل الرؤى من الله سبحانه وتعالى.